بسم الله الرحمن الرحيم. هيئة الرئاسة الموقرة، زميلاتي وزملائي ممثلي الشعب العراقي، السادة النواب، بإمكانكم التضامن وقوفا في أماكنكم. بإمكانكم التضامن وقوفا في أماكنكم. نعم، أنا هنا أقف لا لألقي خطابا أمام الشعب العراقي، بل لأترجم واقعا مريرا يعيشه اليزيديون الآن في جبل سنجار. سيد الرئيس، نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله. سيد الرئيس، لحد الآن 500 شاب ورجل يزيدي ذبحوا. السيدة النائبة، التزمي بالبيان الذي وافقت عليه. سيد الرئيس، نساؤنا تسبى، نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. رجاء أخوان. سيدة النائبة، الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي. سيدة النائبة، بعيدة. نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء سيد الرئيس، أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك، واليوم يذبح اليزيديين. أخوان، نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية، نريد تضامنا إنسانيا. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية. أنقذونا. 48 ساعة، 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء، بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين، والآن تكرر في قرن 21. نذبح، نبيت، يباد دين كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس، أريد. شكرا جزيلا. شكرا جناب النائب. السيد عباس البياتي، نابي وابكي. شكرا.